أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بانك والمسؤولة عن بنك التجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات كاناي أواني من الجزائر أن النتائج الأولية التي توصل إليها المشاركون في الأيام الإبداعية الإفريقية كانكس ويكند 2024 كانت مثمرة، خصوصاً فيما تعلق بالاتفاقيات التي تم إبرامها وربط الاتصالات وتحديد سبل التعاون والعمل المشترك. أعرب الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة 81 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانجول في بيان له أمس السبت أن الجزائر استهلت صفحة جديدة من مسارها التنموي بعد إعادة انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر، عنوانها مواصلة بناء دولة القانون والاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري. أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس السبت بدء حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف أكثر من 1,400,000 شخص بشرق وشمال البلاد. أعلن الجيش الصومالي أن قوات الأمن والاستخبارات نفذت عمليات عسكرية بمنطقة ياغلي بمحافظة شبيلي الوسطى ومنطقة غريلي بمحافظة جلجدود، أسفرت عن القضاء على 40 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية وإصابة 29 آخرين. أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا عن توقيع عدد من اتفاقيات التمويل مع الاتحاد الأوروبي بنحو 113 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 104 ملايين يورو كجزء من خطة العمل السنوية لعام 2024 من أجل دعم عدة قطاعات اجتماعية واقتصادية. أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة إجمالية تقارب 428.15 مليون دولار لصالح دولتي تنزانيا وموريتانيا بهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين. نهاية أخبار أفريقيا، إلى اللقاء.